معكم سلي وضياء الدين، طالب متخرج من جامعة 8 ماي 1945، تحصل على شهادة ماستر تخصص إلكترونيك. مشروعنا يتمثل في إنجاز طائرة درون مزودة بنظام الكشف المبكر على الحريق، بالإضافة إلى خدمات الاستطلاع والمراقبة، بالإضافة إلى تقنية أخرى لإخماده. هي الفكرة المشروع كانت تتمحور على أنه نستخدم الدرون في المجال الفلاحي. بعد الحرائق اللي صارت السنوات الماضية يعني شاهدنا مشاهد أليمة، حيث توفى صديقي عسكري. جاءتني الفكرة أنه نصنع طائرة كما هذه مختصة في مجال مكافحة الحرائق. المشروع مسجل الآن في حاضنة الأعمال. حاضنة أعمال جامعة 8 ماي 1945 هي اللي إن شاء الله اللي راح ترافق المشروع تاعنا لحين الوصول إلى النموذج النهائي. موفرت لنا يعني كلش واقفة معنا. احنا درك انا مازلنا نطوروا فيه، مازلت قاعد نخمم ندير تقنيات جديدة اللي راح تساعد إن شاء الله في مكافحة الحرائق وإخمادها ولو بالقليل. راح نضيفوا له ميزات جديدة سيرتو على مستوى الهيكل، على مستوى البرمجة وتحليل الصور، تريتمون ديماج، الكشف المبكر عن الحريق وإخماده.